نددت الخارجية السعودية بشدة بتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة للمملكة ودول الخليج، وأعلنت استدعاء السفير اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية استنكارا لهذه الإساءات التي وصفتها بالمشينة. واعتبرت الخارجية السعودية في بيان لها تصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة تطاولا على المملكة وشعبها، وأوضحت الخارجية أن تصريحات وزير خارجية لبنان حملت إساءات للمملكة ودول الخليج، مؤكدة أنها تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية.